صباح الخير، معاكم شيف شيرين من برنامج يوم سعيد. النهاردة هنعمل وجبة فطار سهلة قوي وكمان مفيدة. هنعمل ساندويتشز سالمون بالأفوكاتو، وهنعمل كمان ساندويتش سالمون بالخس وكذا صوص مختلف. خلينا نتكلم في المقادير. عندي الأول سالمون وهوني ماسترد صوص، وعندي أفوكاتو ورانش وخس. خلينا نبدأ كده مع بعض. الساندويتش ده لذيذ جدا ومفيد كمان لكل الناس اللي تحب مثلا تروح شغلها تعمل حاجة بسيطة. كمان صوص الرانش او الهوني ماسترد ممكن تبدله فيه او تعملوا حاجة فيه مختلفة. وكمان الافوكاتو برضو بيبقى لذيذ قوي مع السلمون. معلش بس الجلوفز ايه جامدة شوية. خلينا نبدأ على طول. طيب هجيب العيش كده، ممكن نحطه بتو توبينجز مختلفين. فانا ممكن ابدا الاول بالهاني ماسترد، وبرده اللي مش عنده هاني ماسترد جاهز ممكن اصلا يعمله في البيت. بنحط مثلا معلقتين مستورده، ممكن نحط معلقه واحده بس مايونيز، وبعد كده بنحط العسل. هنجيب سلمون شريحه مثلا بسيطه او كده. اوكي، نجيب شريحه كمان معاها. في ناس كمان بتحط على السلمون سكرامبلد ايج كده من فوق، بيبقى طعمه حلو قوي. حط الافوكادو عليه، فصصه كده. بيبقى حلو قوي عامه. في ناس كتيره ما بتحبش الافوكادو، بس هو فعلا مفيد قوي. كمان لما بيتعمل كعصير وكده بيبقى الموضوع جامد جدا. انا هكتر بس التوبينج شويه في العيش عشان احس ان انا مش عامله عليه كتير. بسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه خالص. ممكن نعملها بريسيبي مختلفه، ان احنا بنغير الصوص وبنحط برضو السلمون، بس بنغير نوع الخضار. لو انت عندك مثلا خس، عندك افوكادو، عندك حاجه مختلفه، ممكن نبدا نسبريدت كده. كمان ممكن تغيري نوع العيش، يعني مش لازم مثلا عيش. انا بستخدم النهارده عيش كايزر. ممكن نعمل مثلا وايت توست، ممكن نعمله براون توست. وبصراحة أنا بحب قوي البيجل، برضو لذيذ جدا، أكتر حاجة أصلا بتنفع مع السلمون. معه كده. أوكي، ممكن نحط خس وأي خضار عندك، حتى لو أنت عندك خيار، عندك خس، ممكن تحطيه عادي. وبنبدأ نحطه كده. وفي كمان ناس بتحب تحط مثلا روز بيف، ممكن تحط مدخن، بس السلمون مفيد قوي بصراحه ولذيذ. ممكن نحط جنبها كده شويه مثلا افوكادو، جنبها كده ممكن نحط خس برضو. وجبه بسيطه جدا وسريعه بس مختلفه، مش لازم كل يوم نفطر حاجه تقليديه. فدي اول حاجه عندنا في الفطور. خلينا بقى نشرب معاها حاجه كده برضو لذيذه. استخدم النهارده عصير فريش برتقان بالجنزبيل. عايزه اقول لكم ان هو بيدي باور جامد قوي ولذيذ بصراحه. عصير البرتقان يا تستخدموه فريش، يا اما تجيبوه مثلا وتصفوه. انا ساعات كنت مثلا بقطعه وبحطه في الخلاط. ما احطش بقى جنزبيل كتير لان هو بيمرر قوي. وممكن نحط عسل ابيض، بلاش نحط سكر خلاص، خلينا في الهيلثي شوية. ممكن نحط مثلا معلقة عسل أبيض أو حاجة، بيبقى أحلى بصراحة، عشان أصلا الجنزبيل بيمرر شوية فبيبقى محتاج حاجة مسكرة معاه، بس مش لازم مثلا سكر أو كده. نضربه ضربة خفيفة في الخلاط. ولو انتوا بتعملوه بتقطع ممكن تصفوه، أنا مش بحب أصفيه بصراحة لأن هو الحاجات اللي فيه اللي متقطعة بتبقى مفيدة. ضربة بس خفيفة، يعني مش لازم ضربة وزودها قوي. طبعا الجنزبيل بيبقى لازم يبقى فريش، يعني لازم تجيبوه وتقشروه وتقطعوه حتت صغيرة وبعد كده بتعملوه في الخلاط. بس كده خلاص. كده احنا النهارده عملنا
اسهل واسرع طريقه للفطار وبطريقه مختلفه، سالمون بالافوكادو وهاني ماسترد وسالمون بالرانش وجنبيه الخس والافوكادو، كمان عصير فريش، غيروا طبعا العصاير زي ما انتم عايزين بس حطوا فيها جنزبيل لان هو حلو قوي بصراحه. وبس كده يعني ريكومنديشن بقى لوجبه الغداء هتطلع لكم دلوقتي على الشاشه. شكرا.